بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. عبر سموه فيها عن أطيب تهانيه لجلالته بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا سموه لجلالته وافر الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، مشيدا سموه بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة.